صباح الخير. النهاردة الحمد لله ربنا من عليا بالشفاء وأنا خارج، وبعد ما كان حالتي صعبة جدا من كورونا، والحمد لله رب العالمين ربنا عافاني وأنا في مستشفى الدعاء. الحقيقة مش لاقي كلام، يعني الكلام يعني والشكر يعجز عن شكر الملائكة والناس اللي موجودين هنا، لكن الشكر واجب. يعني الحقيقة مستشفى الدعاء مستشفى يعني ما كنتش متوقع ان هي بالجمال والروعة والتجهيزات دي، وبشكر الحقيقة وزير الأوقاف على اللي هو عامله دوت فيها، وربنا يجازيه عنا كل خير. وطبعا الكلام يعجز عن شكر الناس اللي موجودين هنا اللي مضحيين بنفسهم وواقفين بكل حب وبكل ود وبشاشة، يعني مبتسمين دايما في وش الناس برافعين على طول من روحهم المعنوية. الحقيقة حاجات كتير لو الواحد قاعد يحكيها مش هيوفيها حقها، لكن في النهاية أنا بدعي ربنا سبحانه وتعالى إن هو يجازيهم على قدر اللي هم بيعملوه يا رب، ويحفظهم من كل شر ومن كل سوء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.